بارك لك بالبطوله، عايزين نطمن الجماهير على رامي ربيعة. الحمد لله، مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي البطوله وفاء، البطوله الغاليه للنادي الاهلي، بطوله الدوري اللي احنا متعودين عليها دايما. ببارك لهم وعقبال افريقيا ان شاء الله، عايزين نفرح النهارده. نركز بس في بطوله افريقيا اللي جايه. وبالنسبه لاصابتي الحمد لله نزلت النهارده، كان معايا كابتن طارق طبعا المؤهل البدني بتاع النادي الاهلي، فهو يقدر يقول لك عن حالتي اكتر مني. يعني انا عايز اقول لك يا كابتن طارق، قبل ما اروح لكابتن رامي، قبل ما اروح للدكتور طارق، العلاقه اللي ما بينكم ما بين الكوتش باسم موسيماني، خلاص واخد على الفريق، عارف اللعيبه، اعتقد سهلت كتير من الامور. لا طبعا ده سهل الموضوع، لان المدرب عارف الاسامي اللعيبه وقابلها اكتر من مره، فبيسهل عليك ان هو عارف شخصيات اللعيبه كويس جدا. فاحنا بس ما بنتكلمش على حد دلوقتي، عايزين نبسط وعايزين نفرح وعايزين الجمهور الاهلي يفرح، وعايزين يدعوا لنا ان شاء الله في بطوله افريقيا، دي الاهم ان شاء الله. وكابتن طارق طبعا هسيبه يقول لك على حالتي، يعني اهم حاجه. دكتور طارق، عايزين نطمن على رامي، وايه الاخبار؟ رامي راجع امتى؟ رامي ان شاء الله باذن الله بعد الاجازه، لو في اجازه ولا حاجه هيكون بعد الاجازه ان شاء الله موجود مع الفرقه ان شاء الله. طبعا هنبلغ الدكتور خالد بالتفاصيل كلها، وهو ان شاء الله هيكرر نزوله باذن الله. والف مبروك للنادي الاهلي والاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والجماهير وكل الناس، الف الف مبروك. اشكرك يا دكتور، ربنا يبارك فيك.